من الإسلام في تقديم المرأة المسلمة الخمرة لزوجها، فإذا لم تفعل فإنه يهددها بالطلاق مع العلم أن زوجته تصلي. الجواب في هذا معروف، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، والمرأة لا يجوز أن تطيع زوجها في معصية الله عز وجل، وطلاقها منه خير لها. وربنا عز وجل يقول: فإن عزم الطلاق فإن الله من بعدها لغفور رحيم، لا سيما إذا كان الدافع على هذا الطلاق من المرأة الصالحة هي إطاعة الله منها ومعصيتها لزوجها لمخالفته لأمر الله عز وجل. ومع ذلك فتكون هناك قضايا جزئية أو قضايا خاصة، يمكن أن إذا وضحت تفاصيل القضية يمكن أن يقال إن هذه المرأة إذا طلقت من زوجها تشتت شملها وشمل أولادها، فيمكن يكون من بعض أخف الضررين أن تبقى مع زوجها، لكن نحن لا نفتي بهذا لأنه خلاف الأصل، والأمر كما قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة.